بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله بنكمل في الشابتر أو في الموضوع اللي بدينا فيه المحاضرة الماضية، وهو الأركتكتشرال ديزاين. الأركتكتشرال ديزاين يقصد به اللي هو الأنشطة اللي بيقوم بها السوفتوير إنجينير فيما يتعلق بتحديد أو وضع الهيكلية تبعت السيستم بصفة عامة، يعني الهيكلية العامة للسيستم، يعني مكوناته وعلاقة هذه المكونات، مكوناته الأساسية وعلاقة هذه المكونات بعضها. وهذه المكونات طبعا بتكون هي في حد ذاتها سب سيستمز، كل واحد منه عبارة عن سيستم صغير بيكملوا بعض وبيكونوا السيستم المتكامل. وهذا طبعا الأمر الاركتكتشرال ديزاين بتكون هو الخطوة المترتبة بشكل طبيعي على الريكويرمنتس اناليسيس، على الريكويرمنتس سبيسيفيكيشن. ولكن لا 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 تشترط انه يكون ايش الريكويرمنتس انتهى عشان نبدا في ايش في الاركتكتشرال ديزاين، لانه قلنا ان عمليه الاركتكتشرال ديزاين ممكن تبقى متداخله مع عمليه الريكويرمنتس انجينيرنج، صح ولا لا؟ انه اثناء ما انا بعمل ريكويرمنتس ببدا اكون او ابلور او اشكل الاركتكتشرال ديزاين تبع السيستم، تمام، وبعدل حسب ما تتضح الامور. اوكي، فاحنا الان النقطه اللي وصلنا اليها في هذا الموضوع، موضوع الاركتكتشرال ديزاين، كانت موضوع الاركتكتشرال فيوز. كنا بدي ارجع بس على البدايه، كنا الموضوع عندي مقسم الى اربع نقاط اللي هي الاركتكتشرال ديزاين ديسيجنز، وبعدين الفيوز، وبعدين الباترنز والاركتكتشرز. فاحنا كنا وصلنا تقريبا لنهايه الجزء الاول، وبدينا على بدايه اللي هو الاركتكتشرال فيوز. لكن هاي الاركتكتشرال فيوز، لكن اعتقد ان السلايد اللي قبل اللي هي الاركتكتشر اند سيستم كاركترستكس كانت ضلت من المحاضره الماضيه. فاحنا الاركتكتشرال اند سيستم كاركترستكس لها علاقه باللي هو الموضوع هذا، يعني له علاقه انه الاركتكتشرال ديزاين تبع السيستم لازم ياخذ بعين الاعتبار هذه الخصائص للسيستم، يبرزها تبقى واضحة في الاركتكتشرال ديزاين، او تؤخذ بعين الاعتبار في الاركتكتشرال ديزاين. يعني بناء على البرفورمانس، وبناء على محددات السيكوريتي، وبناء على محددات السيفتي والافيلابيليتي. هذه عبارة عن ايش؟ هذه كاركترستيك، صح؟ خصائص تقدر تعتبرها ايضا مواصفات، ماشي؟ يعني احنا بدنا البرفورمانس تبع السيستم كذا يكون بحدود كذا، وبدنا السكيورتي تكون بحدود كذا، والسيفتي كذلك، والافيلابيليتي كذا. الان لازم تاخذ بعين الاعتبار هذه الامور في مرحله الاركتكتشرال ديزاين. ليش؟ لانها ممكن تاثر على اختياري ما بين اعمل هذا الاركتكتشر او هذا الاركتكتشر، ممكن تاثر على اختيارنا ما بين الاركتكتشر على الاركتكتشر المناسب على السيستم. ثم انه يعني اولا السبب لازم انا اخذها بعين الاعتبار، انه انا لانها بتاثر على اختيار الاركتكتشر المناسب. ثانيا انا لازم ابرزها ايضا في الاركتكتشر، يعني البرفورمانس اي هاف تو لوكالايز كريتيكال اوبريشنز اند مينيمايز كوميونيكيشنز. يعني وين في سب سيستمز او مكونات في الاركتكتشر تبع السيستم ككل، المكونات هذه مطلوب او بيعتمد عليها البرفورمانس تبع السيستم، او بتاثر على البرفورمانس تبع السيستم، لازم يبقى واضح في الاركتكتشر تبعي انه هذا السيستم از ا فيري بيرفورمانس كريتيكال كومبوننت. يعني مثلا نقول السيرفر او الداتابيس مانجمنت سيستم، او اذا في جزئيه او موديول او عمليه على اساسها بتعتمد كل بقيه العمليات في السيستم، فهذه الجزئيه عبارة عن جزئية كريتيكال او هامة او محورية في مسألة البرفورمانس، فلازم تبرزها في ايش؟ في الاركتكتشر. كذلك حال السيكوريتي، السيكوريتي اذا كان السيستم ما في المتطلبات عالية للسيكوريتي مطلوبة من السيستم، فلازم ايضا تأخذ بعين الاعتبار. وايضا كذلك الحال ايش؟ تبرز في الاركتكتشر. احيانا احنا بنحط مكونات إضافية على مكونات السيستم وظيفتها السيكوريتي. يعني بالأصل الاركتكتشر تبعي ممكن يكون بتكون من 5-6 مكونات، لكن لأنه في متطلب العلاقة بالسيكوريتي، فأنا بضيف مكون سادس أو سابع عشان يلبي هذا المتطلب،
زي مثلا فاير وول، السيستم تبعي في حد ذاته يمكن به ممكن يشتغل ويقوم بكل وظائفه بدون فاير وول، لكن لانه في متطلب السكيورتي فانا بحط الفاير وول كواحد من المكونات، بضيف الفاير وول على الاركتكتشر وبحطه كانه واحد من الايش، على اساس انه واحد من مكونات السيستم. تمام. كذلك الحال ان السكيورتي هذا ممكن يفرض علي ان استخدم هذا النوع من الاركتكتشر، يعني كمان شوي قدام لما نطلع على الاركتكتشرال باترنز، في واحد من الباترنز اسمه اللايرد اركتكتشر. اللايرد اركتكتشر اسلوب تركيبه بشكل معين، اذا كانت السكيورتي عندي متطلب رئيسي فهذا بيفرض علي انه انا استخدم اللايرد اركتكتشر. واضح؟ فاحنا بنقول انه الخصائص هذه ممكن تأثر على اختيار الاركتكتشر، ثم لازم انا اكون مبرزها او مبرز الجانب هذه في الدياجرامات تبعتي. السيفتي برضو اذا كان في اي، السيفتي بتفرق عن السكيورتي في ايش؟ السيفتي اذا في اي مخاطر من استخدام السيستم، اي مضار من استخدام السيستم. تمام. الافيلابيليتي اللي هي قضية انه قديش السيستم لازم يكون متاح او يعني متوفر للاستخدام. اذا والله لازم يكون افيلبل 24 hours، فهذا المتطلب ربما يجبرني ان انا استخدم اركتكتشر معين، او يجبرني ان انا اضيف على الاركتكتشر تبعي مكونات اللي ايش، اللي تضمن الافيلابيليتي. زي ايش مثلا مكونات بتضمن الافيلابيليتي؟ لان نعمل مثلا باك اب، او اعمل باك اب كوميونيكيشن، او اعمل باك اب سيرفر، انه لو السيرفر الرئيسي اتعطل او صار في اي خلل يبقى في سيرفر تاني ريبليكا يعني نسخه مطابقه وريل تايم. ريل تايم يعني لحظه بلحظه بيعمل سينكرونايزيشن، صح؟ فاذا كان هذا الافيلابيليتي وشرط عندي اساسي، فربما اضطر ربما اختار اركتكتشر محدد يتلائم مع هذا، او انا احط الاركتكتشر تبعي واضيف عليه مكونات اللي تضمن الافيلابيليتي. واضح مفهوم الافيلابيليتي؟ واضح. ها مفهوم الافيلابيليتي يعني دائما الافيلابيليتي لما بتنطرح اتذكر حاجه زي مثلا الشبكه اللاسلكيه. عندنا هنا في الجامعه الشبكه اللاسلكيه مش مضمونه الافيلابيليتي تبعتها، صح؟ انا ممكن الان وانا هنا السيجنال قويه وفي كونكشن، لكن اطلع من هذا المبنى انزل تحت بضمنش، ممكن تبقى السيجنال مش موجود ضعيفه، ممكن تبقى قويه ولكن في عدد كبير من الناس قاعدين وحاجزين IP addresses، فانا شايف سيجنال لكن مش قادر اخذ IP address، وبالتالي الافيلابيليتي اصبحت ايش، مش مضمونه. ما تقدرش تقول معدومه، بس تقول مش مضمونه. فانا ممكن الان شابك، ممكن انتقل بعد شويه على مكان ثاني تلاقيه راحت الكونكشن. الافيلابيليتي انك انت تبقى الكونكشن موجوده ومتوفره بغض النظر عن انت وين، وبغض النظر عن الوقت الزمان والمكان، صح؟ طبعا الافيلابيليتي هذا لما تحكي عن 100% افيلابيليتي، انها تبقى شغاله او السيستم افيلابل 24/7 زي ما بيقولوا. طبعا المينتينابيليتي هنا ايش مقصود بالمينتينابيليتي؟ انه السيستم سهوله الايش، الصيانه، او سهوله اصلاح الاعطال ان حدثت، او سهوله التعديل ايضا، لانه المينتنس احيانا المفهوم هذا بيدخل فيه مش بس التصليح الا ايضا كمان الاضافه. تمام. اوكي. فهنا برضو كذلك الحال المينتينابيليتي ممكن احيانا تتطلب مني ان انا استخدم ريبليكابل كومبوننتس، يعني اذا الكومبوننت عطلت ممكن ايش، اسف، ريبليسابل، اني انا اقدر اشيلها واحط واحدة بدالها، صح؟ مينتينابيليتي يعني انا لو عندي هذا الجهاز الكمبيوتر هذا بلاك بوكس زي ما بيقولوا، بلاك بوكس، وعطل وحددنا ان العطل جاي مثلا في الشاشة فقط او العطل في الكيبورد، لكن هو بلاك بوكس مغلق، بدك ترميه كله وتجيب واحد جديد، صح؟ لكن لما يكون هو مكون من replaceable components، يعني من مكونات يمكن فكها وتركيبها، معنى ذلك لما انا بحدد ان العطل في مكان ما،
فايش فبقدر اشيل هذا العطل هذا الكومبوننت واحط بداله كومبوننت ثاني صح. فهذا الان اذا المينتينابيلتي از امبورتنت ريكويرمنت فبفرض علي انا لما اصمم السيستم اصممه على مبدا اللي هو الريبليسبل كومبوننتس صح. تمام. فخلاصة هذا الامر اللي هو انه العنوان هذا architecture and system characteristics انه كيف الاركتكتشر بيتاثر بالكاركترستكس الخصائص اللي هي هذه يعني احنا سميناها مواصفات او سميناها متطلبات ولكن بنحطهاش مع الايش مع الـ مع الريكويرمنتس الاساسيه لانه هذه خصائص ربما مطلوبه بصفه عامه في السيستم هذا وفي اي سيستم خصائص عامه. فاذا كانت الامور هذه مطلوبه ومركز عليها فيجب انه فحتاثر على الاركتكتشر على التصميم الهيكلي وتحكمني في التصميم وربما في اختيار الاركتكتشر الانسب. طيب خلاص فاحنا هيك بنكون نقدر نبدا نحكي في الفيوز. الفيوز هي ما هي الا القصد فيها انه احنا من اي منظور بدنا ننظر لما بنحكي عن الاركتكتشر، هل من منظور المكونات وعلاقتها ببعض ولا من منظور الوظائف؟ يعني مثلا على سبيل المثال هذا اذا بتتذكر تو احنا بنحكي ذكرنا حاجه اسمها layered architecture صح، واجا في موضوع في بند السكيورتي. تمام. layered architecture طلع كيف انت الان هذا السيستم كله معبر عنه على اساس مجموعه من اللايرز الطبقات. في عندي طبقه السيستم سبورت والاو اس، الاو اس والداتابيس نظام التشغيل وقاعده البيانات. بعدين في طبقه فوقها الكور بزنس لوجيك of application functionality. تمام. وسيستم يوتيليتيز. بعدين اليوزر انترفيس، يوزر انترفيس اسف مانجمنت. بعدين اليوزر انترفيس نفسها. اوكي. فعندك انت هنا اليوزر انترفيس بتعتمد على هذه المجموعه من المكونات، هذه المجموعه بتعتمد على هذه المجموعه، وهذه المجموعه بتعتمد على هذه المجموعه. اوكي. فهنا المنظورنا للاركتكتشر جاي من ناحية شو المجموعات اللي بتعتمد على ايش. ماشي. كل طبقة يعني احنا لما بنفكر في اللايرز، واذا انتوا اخذتوا مادة الشبكات مش فيها الاو اس اي والتي سي بي موديل، تي سي بي ما اخذتوهاش اللي هو الفيزيكال لاير وبعدين الترانسبورت لاير والنتورك لاير والابلكيشن لاير، مرات عليكم هذه الامور. المهم انه في لما احنا بنحكي عن لايرز في التصميم الهيكلي للسيستم عاده بتكون كل لاير معتمده على خدمات اللاير اللي تحتها صح. وهنا نفس الشيء احنا منظورنا الان للسيستم منظورنا الى مجموعات، ومجموعات مش محدده يعني مش محطوط هنا اليوزر انترفيس شو الكومبوننتس اللي فيها، هذا شو الكومبوننتس اللي فيها، كل طبقه مش محدد. المهم انه في عندنا مجموعه من الطبقات وكل طبقه لها اسم ولها اعتماد على اللي قبلها. بينما هنا هذا ايش قلنا، هذا layered architecture خليكم تذكرينه لان حنرجع له احنا تاني. تمام. هاي برضو كمان layered architecture بس لايش، لا سيستم محدد، لللايبراري سيستم، لايبراري سيستم. اوكي. فهي نفس الشيء ويب براوزر انترفيس مجموعه من الفانكشنز، بعدين كمان مجموعه اخرى من الفانكشنز هذه بتعتمد على هذه. بعدين في عندي حاجه اسمها لايبراري اندكس، اللايبراري اندكس هذا له اتصال بمجموعه متعدده من الداتابيز مانجمنت سيستمز متنوعه او من الداتابيزز، هو الاندكس بيبحث فيهم وبيعطي الريزلت لهذه الطبقه. ماشي. وهذه الطبقه بتعطي لهذا، وهذه الطبقه بتعطي في الاخر للانترفيس اللي بنشوفها اليوزر. اوكي. فمره اخرى هذا layered architecture. بينما هنا بدي ارجع رجوع انا في عندنا قبل هيك في عندنا هذا الاركتكتشر اللي هو خلينا نشوف هذه الصوره. هذا مش layered صح، مش شايفين طبقاته، مش شايفين ثلاث ايش مكونات اساسيه
بقدرش اقول مكونات، ثلاث وظائف اساسيه، في الكنترولر وفي الفيو وفي الموديل. كل واحد من هدول له، او الناس اللي المكونات اللي واقعه في هذا الاطار لها وظائف متعلقة بالموديل، هذا له وظائف متعلقة بالكنترول، وهذا وظائف له متعلقة بالفيو. شو مر عليكم هذا الموديل الـ MVC، الموديل فيو كنترولر. كثير من البرمجيات خاصة الويب، خاصة الويب ابليكيشن بتعتمد على هذا الهيكلية، انه بيبقى في عندك ايش؟ صفحة في الاول، الصفحة او الواجهة اللي بتفاعل معها اليوزر اللي هي ويب بيزد او ويب بيجز، هذه والمكونات البصريه اللي احنا بنشوفها بنصنفهم على انهم الفيو. اوكي، الفيو اللي هو بيظهر لي انا الداتا والكونتنت يعني. وبعدين في عندك وراء الستار، وراء الستار اللي انا يا اليوزر ما بشوفوش، بقى في مكونين اساسيات اللي هو الكنترولر والموديل. ايش الموديل؟ المكونات اللي لها علاقة بإيش؟ بالداتا، الموديل اللي لها علاقة بالداتا وين مخزنة وكيف نجيبها، صح؟ الكنترولر، المكونات اللي لها علاقة بإنه الداتا هذه بعد ما تجيني من الموديل بنعمل عليها أي معالجة وأي بروسيسنج قبل ما يخدها، قبل ما تروح للفيو عشان تعرض. يعني مثلا انا الان عندي صفحه، والصفحه هذه بدي اشوف فيها علاماتي، انا كطالب بدي اشوف علاماتي. علاماتي وين مخزنه؟ في الداتا بيس مانجمنت سيستم، صح؟ صح. الان الصفحه اللي انا بشوف فيها هي وظيفتها بس انها لما تصل البيانات هذه تعرض العلامات هذه، كل واحد في تعرضها في جدول وكل عمود وتفرمت البيانات وتعطيني اياها باللون بالالوان المضبوط. فالصفحه وظيفتها او ما اختصاصها اللي هي الاظهار، اظهار الداتا. الداتا وين قلنا؟ موجوده في الداتا بيس مانجمنت سيستم. الداتا بيس مانجمنت سيستم وظيفته انه لما اضغط انا زر الاستعلام يروح هو يعمل الكويري، ينفذ الكويري ويطلع لي الداتا اللي بتخصني انا يا طالب رقم كذا كذا، صح؟ فالموديل هو المكونات اللي لها علاقه بالداتا و وتخزينها هو. طيب بين التنين هذول، بين الموديل وبين الفيو، انا ممكن اكون العلامات تبعتي الافرج مثلا، معدلي هذا مش بده ينحسب. مين بيحسبه؟ هل هذا بيحسبه ولا هذا بيحسبه؟ غالبا بيكون في فانكشن صغيره هي اللي بتحسب المعدلات او الاجماليات او المجموع يعني وما الى ذلك، وهذه الفانكشن بتنفذ وبعدين بتعطي ايش؟ الاوتبوت تبعها للفيو عشان يعرض النتائج مع الهدف. فالفيو ممكن ياخذ مباشر وممكن ياخذ بعض الامور من ايش؟ من الكنترولر. واضح؟ كل هالقصه الطويله والعريضه هذه عباره عن اركتكتشرال باترن، نمط في التصميم او في هيكليه البرنامج، بما خلاصته انه المكونات تبعت البرنامج بتقسم الى ثلاث اقسام. اقسام تختص او مكونات تختص بايش؟ بالداتا، مكونات تختص بمعالجة الداتا، ومكونات تختص باظهار وعرض الداتا، صح؟ لان هذا الكلام قصة طويلة وعريضة. انا المبرمج او الديزاينر او الانجينير لما بدي اقسم السيستم تبعي بهذه الهيكلية، وانا اصمم المكونات اللي هنا والمكونات اللي هنا، وجع راس. لحسن الحظ انه في برمجيات جاهزه اوريدي، يعني مثلا الداتا بيز مانجمنت سيستم اوريدي موجود، الكونكشن مع عليه موجوده، لغه البرمجه اللي هستخدمها اذا كانت مثلا جافا سكريبت ولا HTML ولا PHP ولا غيره، كلها بتدعم هذا. وبالتالي بتلاقي فيها كلاسات وبرمجيات جاهزة اللي بعض منها بيتعامل مع الداتا، وبعض منها بيتعامل مع الكنترول، وبعض منها بيتعامل مع الفيو. بالضبط. اي نعم، انت بتيجي بتعمل فانكشن هنا او هنا، وبتعمل لك هنا الصفحة والسي اس اس اللي هو الكاسكيد سلايد شيت،
والداتا بيز، ما انت عارف الداتا بيز مانجمنت سيستم عليه كل الاليه اللي انت تبني التيبلز تبني ال تمام. يبقى انت الان مفهوم الاركتكتشر يفترض اصبح واضح انه واختلاف اللي هو الاركتكتشرز عن بعضها في كيفيه التعبير عن هيكليه السيستم. هنا احنا بنعبر عن هيكليه السيستم من ناحيه وظيفيه، صح؟ وظائف الفيو، وظائف المعالجه، وظائف البيانات. هناك عبرنا عن السيستم من ناحيه طبقيه باعتماد مين على مين، مظبوط؟ هاي مقصود بالفيو. الفيو كيف انا انظر الى تركيبه السيستم، انظر لها من ناحيه وظيفيه مثلا ولا من ناحيه ارتباطيه واعتماديه. اوكي، نرجع تاني على اللي هو الاركتكتشر فيوز. اوكي، السؤال هو وات فيوز، شو المنظور او البرسبكتيف، المنظور اللي انا اعرض السيستم على اساسه. اوكي، وايش برضو كذلك الحال النوتيشنز، يعني ايش الاشكال. يعني هنا مثلا استخدم الشكل هذا، عباره عن صندوق له ليبل وله ايش تفصيل هنا، فهذه اسمها نوتيشن. وكذلك الحال الاسهم والليبلز، هذه نوتيشن اللي هي طريقه تعبير وطريقه كتابه لل اوكي. فعموما احنا في عندنا بالاساس 4 بلس 1 فيوز، في اللوجيكال فيو، وفي البروسيس فيو، وفي الديفلوبمنت فيو، وفي الفيزيكال فيو. ناخذهم من الاخير، هذول الاربعه وهي البلس 1، هذا الخامس، خلينا نجي له في الاخر. بس الفيوز الاربعه هذول فيزيكال، ايش يعني فيزيكال؟ يعني المكونات من الناحيه الماديه، انه والله في عندي ماشين شغلها انها تكون سيرفر، ماشين شغلها انها تكون سويتش او راوتر، ماشين شغلها تكون طابعه، ماشين انها تكون مثلا سكانر او باركود ريدر، هذا فيزيكال فيو. ماشي، فانا برسم الهيكليه تبعت السيستم من منطلق مين هي المكونات الماديه اللي بتشكل من السيستم. اوكي، a physical view which shows the system hardware and how the software components are distributed across هذا الهاردوير. تمام، بمعنى انه ممكن يجي يقول لك هاي ماشين اسمها سيرفر وعليها الداتابيز سيرفر وعليها الويب سيرفر. تمام، هنا انا في الرسمة هذه عبرت عن فيزيكال هاردوير اسمه سيرفر، لكن جواته تو بروسيسز، تو سوفت وير بروسيسز اللي هما الداتابيز سيرفر والايش والويب سيرفر. اوكي، بعد هيك باجي بقول ربما هذا السيرفر بعد هيك مشبوك على مين؟ على السويتش، المين سويتش، والمين سويتش مشبوك عليه اللي هو مجموعه من الايش من التيرمينالز او الورك ستيشنز. الورك ستيشنز هذه عليهم من الكلاينت ابلكيشن اللي هو اللي بيستخدمه اليوزر. هذا الكلاينت ابلكيشن في الاخر طبعا بده يتخاطب مع هذا مع السيرفر. وربما اجي احط هنا رسمه لايش لبرينتر، واضح؟ هيك انا بعبر على السيستم من منظور ايش الفيزيكال برسبكتيف او الفيزيكال فيو، واضح هذه؟ فالفيزيكال فيو بيعبر عن او بيعرض السيستم هاردوير اند هاو السوفت وير كومبوننتس موزعه على ار ديستريبيوتد اكروس البروسيسورز ان ذا سيستم. تمام، المنظور البروسيس فيو انا حاجيهم بس مش بالترتيب، مش بنفس الترتيب. البروسيس فيو بيركز على هدول، بيقول انه انا في عندي سيرفر بروسيس، database server process وظيفتها انها تاخذ requests من الكلاينتس وترجع لهم داتا، وفي عندي web server process وظيفه، يعني بهتمش في الفيزيكال، بهتم بس بهذول server process web server database server web server. هذا الداتابيز بده يتعامل مع الويب سيرفر، الويب سيرفر بده يطلب من الداتابيز سيرفر، الكلاينت بروسيس بدها تاخذ من بدها توجه الطلب تبعها للويب سيرفر،
والويب سيرفر بده يوجه الطلب للداتابيس سيرفر، الداتابيس سيرفر بده يرد عليه، الويب بياخذ الرد وبيعطيه للكلاينت. ماشي، ربما الويب نفسه اقسمه الى تو كومبوننتس، واحده كنترول واحده فيو. يعني بعد ما تيجي الداتا من الداتابيس يعمل عليها شويه عمليات بعدين يسلمها للفيو، والفيو هو اللي يظهر على فالبروسيس فيو شوز هاو ات ران تايم. At runtime عند استخدام السيستم، the system is composed of ايش؟ interacting ايش؟ processes، عمليات أساسية. الآن العمليات هنا ما نحكيش عن العمليات التفصيلية إنه والله في عندي function بتاخد رقمين وبتجمعهم وبتطلع الـ output، لا، هنحكي عن ايش؟ components رئيسية. في عندي process اسمها web server أو database server أو client أو كذا، بيقوموا بمجموعة واسعة من العمليات المختصة في الويب أو مختصة في الداتابيس أو كذا. تمام؟ Logical view shows a key abstractions in the system as objects or object classes. بيعرض لي إن والله في عندي class اسمه student، في class اسمه مدرس instructor، في class اسمه course. كلاس الكورس هذا بيحتوي على بيانات الكورس، كلاس ستودنت بيحتوي على بيانات ستودنت وعلى عمليات الستودنت، الفانكشنز اللي فهذا اللوجيكال فيو بيعرض اللي هو اللوجيكال كونسبتس اللي داخله في السيستم. كل كونسبت معبر عنها بكلاس وعلاقه الكلاسز هذه ببعض. اوكي، ايش اللي فلتنا اللي ضل اللي هو الديفلوبمنت فيو. اوكي، هذا الفيو التركيز فيه على how system was decomposed or developed. يعني على طول بتفكر في الموديولز. ايش قلنا الموديولز؟ في فرق ما بين الموديل والموديول، مظبوط؟ اذا بتذكروا الموديول هو عبارة عن مجموعة من المكونات جايين ايش مع بعض. ليش حطيناهم مع بعض؟ ربما لانهم داخلين في نفس الوظيفية، متشابهين في الوظيفة، أو ربما لأنه إحنا لما نفذناهم أو برمجناهم برمجناهم مع بعض في مرحلة واحدة. يعني قسمنا شغل السيستم إنه بدنا نطلع ريليس واحد، ريليس اثنين، ريليس ثلاثة. في الريليس الأولى حنعمل أو في الفترة الأولى حنعمل مجموعة من المكونات بس لها علاقة ب قراءة الملفات. نفترض الملفات هذه مش text files، images. وظيفة الكومبوننتس هذه انها تقرأ الimage files وتعمل عليها شوية شغل اساسي pre-processing وتحول الصورة من وضعها الاساسي الى نوع تاني. تمام؟ علشان يجي المكونات الاخرى بعد هيك تاخد من الاوتبوت هذا وتشتغل شغلها. تمام؟ فعنا احنا الان الشغل الاولاني او مجموعة الكومبوننتس الاولانية غلفناهم في موديول واحد اللي هو الموديول سميناه pre-processing module، اللي هو مجموعة المكونات اللي لها علاقة بال pre-processing. تمام؟ فالان هنا الامر هذا الموديولز هذه اجت تبعا لآلية كيف او منهجية التطوير، كيف احنا بنينا السيستم تدريجيا، بنينا على اساس موديول ورا موديول. فالديفلوبمنت فيو بيظهر الموديولز وبيظهر كيف انه الموديولز بنيت على اساس بعضها حسب التطور، حسب التقدم في المنهجية، يعني في البروجكت. تمام؟ ايه الان هدول هم الاربعة فيوز الاساسية. هل انا بتبنى واحد منهم؟ لا، انا عادة بعبر عن الاركتكتشر تبعي تبع السيستم تبعي بما يكفي بالقدر الكافي من هدول الاربعة. اوكي، يعني ممكن اعمل فيزيكال فيو واعمل ايضا كمان بروسيس فيو وديفلوبمنت فيو ولوجيكال فيو. ما المهم عندي انه انا عبر عن الهيكلية تبعت السيستم بشكل متكامل وواضح. فيزيكال يكفي، كان بها لا يكفي بدي ادعمه ب انذر فيو، بروسيس فيو او موديل او ديفلوبمنت فيو او لوجيكال او بالاربع انواع كلها.
البلاس 1 الخامس اللي هو اضافي وجاي هنا بلاس 1 بمعنى انه احيانا بلزم احيانا لا، اللي هو انه انا استخدم يوز كيسز اور سيناريوز. اليوز كيسز والسيناريوز هذه عباره عن مودلز بتيجي لتكمل الاركتكتشر تبع السيستم، نطرح فيها مين هم المستخدمين وايش كل مستخدم بيلزمه خدمات او وظائف من الوظائف اللي بيأديها السيستم، صح؟ فمن هنا اجت التسميه هذه 4 بلس 1، 4 بيسك فيوز بلس 1 فيو اللي بيربط تقريبا بيربط الصوره بشكل كامل. تمام، الان موضوع الاركتكتشرال باترنز. الباترنز هذه مرت علينا كلمه ستايل في الاول، في ديسيجنز اذا بتتذكروا كان في سؤال بدك انت السوفت وير انجينير تسال نفسك ما هو في الكويستشنز هنا what architecture styles are appropriate، ايش هو الهيكل ستايل الهيكليه المناسب. هنا ستايل يقصد فيها ايش؟ باترن. فحنطلع على باترنز متداوله او شائعه. شفنا احنا حتى الان شفنا اثنين منهم قبل شويه اللي هو الام في سي واللايرد، تمام؟ فخلاصه الباترن الاركتكشرال باترنز هي عباره عن مع التجربه اللي اصبح شائع اكثر انه السيستمز بتبنى بهذه الهيكليات، يا اما بتبنى ام في سي يا اما بتبنى لايرد يا اما بتبنى كذا يا اما كذا، ماشي؟ فغالبا السيستم تبعك لما انت تدرسه وتفهم المتطلبات اللي عاوزها اليوزر على طول مخك حيروح في اتجاه واحد من هذه الانماط. يعني مثلا اذا هو ويب سيستم وبتعامل مع دايناميك داتا والداتا هذه جايه من داتابيس، على طول مخك حيروح على الام في سي وحيكون هو هذا الموست ابروبريت الانسب ستايل او باترن لل اوكي. فهي عبارة عن أنماط من الهيكلية. فالأنماط هذه بنعبر عنها بشكل رسومي جرافيكال، تمام؟ وإلا هو وأيضا كمان بنعبر عنها بشكل تكستشوال، إنه بنعمل جدول زي هيك لكل باترن، بنكتب الديسكريبشن وبنكتب اكزامبل وبنكتب وين وادفانتجز وديسادفانتجز. احنا الان عشان نفهم بنحكي عن الادفانتجز والديسادفانتجز، لكن لما انا ارسم الموديل للسيستم تبعي حارسم الرسمه هذه واقول انا في عندي ثلاث مكونات اساسيه، المكون هذا بيعمل كذا وهذا بيعمل كذا وهذا بيعمل كذا، وايضا اوضح الامر هذا اكثر في الجدول هذا، بحط ديسكريبشن للسيستم تبعي وبحط اللي هو ليش انا استخدمت هذا الاركتكتشر عن غيره. عموما الام في سي كويس، احنا صرنا يعني كنا حكينا قبل هيك عشان الان صارت واضحه هذه الامور، انه الام في سي ديسكريبشن تبعه انه هو بيفصل البرزنتيشن اللي هي ايش من الثلاثه هو البرزنتيشن، الموديل ولا الكنترولر ولا الفيو؟ البرزنتيشن الفيو، لان البرزنتيشن يقصد بها كيفيه عرض المحتوى لليوزر. فهو بيفصل البرزنتيشن والانتر اكشن. ايش الانتر اكشن؟ اللي هو التفاعل تبع اليوزر. هذول الاثنين مع بعض البرزنتيشن والانتر اكشن هما اللي ناحيه الفيو. الانتر اكشن هنا المقصود بها ايش؟ تفاعل اليوزر مع الانترفيس، يعني اليوزر يدخل بيانات، اليوزر يفتح منيوز، اليوزر يضغط زراير، اليوزر نعطيله ايرور مسج، تمام؟ هذا هو المقصود بالانتراكشن. بيفصل الانتراكشن في مجموعه كومبوننتس منفصله عن السيستم داتا. السيستم داتا في لها كومبوننت لا تخزينها واسترجاعها، وفي كومبوننت اخر لا اجراء اي عمليات اللي هو الكنترولر على الداتا، تمام؟
تمام. فالثري لوجيكال كومبوننتس ذات انتراكت وذ ايتش اذر اللي هو الموديل كومبوننت مانجز ذا سيستم داتا اند اسوشيتد اوبريشنز. ايش اوبريشنز؟ اوبريشنز على الداتا، اي عمليات بتجرى على الداتا، اوبريشنز على الداتا. يا ذا فيو، هذا شغل مين؟ هذا شغل الموديل. ذا فيو كومبوننت ديفاينز اند مانجز هاو ذا داتا از بريزنتد. الكنترولر ايش شغله؟ manages the user interaction and passes these interactions to the view and the model. Okay. هاي هنا في مثال على ذلك اللي هو حنشوفه كمان شوية في ال أو شفناه إحنا في السلايد اللي بعد. Okay. إمتى بنستخدم هذا؟ السؤال الأساسي. When إمتى بنستخدم هذا الستايل أو هذا الأسلوب أو هذا الهيكلية؟ تمام، وانه هذه الطريقه مظبوط الكلام، يعني يكون في عندك اكثر من طريقه لعرض، يعني مثلا في عندي انا داتا وبعض اليوزرز بدهم يشوفوها بهيئه معينه، والبعض اللي يشوفوا نفس الداتا بهيئه اخرى، ربما مجمعه ربما مفصله ربما كذا. ماشي، فانا عندي الداتا موجوده في مكان وفي عندي عده برزنتيشنز لها. اوكي تمام، وهذا هو الانسب شيء على الـ الـ الويب او الشائع على الويب. Also used when the future requirements for interaction and presentation of data are unknown. لما يكون برضو كذلك الحال، انا متوقع ان يكون في اضافة الى اللي انا فاهمه الحين ربما تنطلب اشياء اخرى مستقبلية الى علاقة بكيفية عرض الداتا. يعني احنا عندنا بيانات الطلاب الان، والان نعرف ان الطالب بس بده يشوف كشف درجات تبعته، لكن ربما في المستقبل هذه البيانات او البيانات المتعلقة بالكشف العلامات، يعني البيانات المتعلقة بالعلامات ربما بدنا نروح نعمل عليها اجماليات، بدنا نروح نعمل احصائيات، بدنا نعمل اي شيء. ف علشان احنا متوقعين فيوز مستقبليه لكن لسه مش محدده، فبنستخدم الموديل هذا لانه الموديل هذا فاصل. انا الان عامل فيوز بيسمح لي ان انا اعمل فيوز اخرى في المستقبل. اوكي، والادفانتجز تبعته انه allows الداتا تو تشينج اندبندنتلي، يعني انا ممكن اجري اي عمليات على الهيكليه تبعت الداتا وعلى الداتابيز وعلى السيستم ادمنستريشن تبع الداتابيز مانجمنت سيستم منفصل بدون ما يتأثر. تخيل لو انت الداتا نفسها كلها كونتينت في نفس السيستم، ما فيش فصل ما بين الداتا بيز وما بين الايش الفيو وما بين الكنترولر. لو كلهم هذول مبنيين بنفس الايش بنفس ال يعني ككومبوننت كسيستم واحد، بصير صعب لو انت عملت اي تغيير هنا بده يترتب عليه تغييرات في المكونات الاخرى. اوكي، الديس ادفانتج له الوحيده وهي انه كان انفولف، كان يعني لربما قد ممكن مش دائما كان انفولف ايش اديشنال كود and code complexity when the data model and interactions are simple. يعني احيانا بيطلب من المبرمج مجهود اضافي في ايش في التعامل مع الداتا غير اللي هو غير اللايبراريز اللي اوريدي موجوده في الموديل او في الكنترولر. تمام، وهذا الشكل مثال على على الموديل فيو ستايل. تمام، زي ما انت ملاحظ هنا البراوزر اللي بده يتعامل مع اليوزر، البراوزر هذا بياخد الفيوز من مين؟ من الفيو كومبوننتس، بياخد الصفحات تبعت اليوزر، بيشوف الصفحات جايه من وين؟ من الفيو كنترول، من الفيو موديل، اسف، من الفيو كومبوننت. يعني الصفحات هذه بعض عادة هي عبارة عن dynamic pages، يعني صفحات بيولدها أو بتتشكل بشكل فوق تلقائي مش ثابتة يعني. أوكي، dynamic page generation،
فورمز مانجمنت. فورمز مانجمنت لانه هي الشاشه اللي انت بتشوفها عباره عن فورم نموذج، فاي شيء له علاقه باللاي اوت تبع اللاي اوت يعني وين توزيع العناصر على الشاشه، اذا انت صغرت اذا انت كبرت، كل هذه مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الفيو كومبوننت. اوكي، وزي ما قلنا هذا الكلام انت ما بتسويه بنفسك مبرمج، هذا جزء من التركيبه تبعت الفيو الفيو كلاسز اللي في اللانجوج او الاي دي اي اللي انت بتستخدمه. اوكي، الان هذه البيجز مش بتحتوي على داتا؟ الداتا هذه احنا بدنا نبعت او بدنا ناخد. تمام، فممكن تجيني الداتا عن طريق الايش الماضي مباشرة، بمعنى انه لما يتغير اي اشي على الداتا وبما يوزر تاني خاشش وغير او اضاف، فهذا الكلام بده يروح على الفيو علشان يظهر على الشاشة. اوكي، الان هذه الصفحات لما بتطلب داتا، لما بتطلب داتا بتطلبها برضه عن طريق الكنترولر اللي هو مسؤول عن العمليات اللي بتتم. احنا ايش قلنا؟ الكنترول مسؤول عن العمليات اللي بتتم على الداتا، فعمليات التخزين والاحضار والريتريفل يعني، واي عمليات بروسيسنج على الداتا بتتم من خلاله عن طريق طبعا HTTP request. اوكي، الابلكيشن سبيسيفيك لوجيك اللي هو ايش؟ والداتا فاليديشن اللي هي البروسيسنج اوبريشنز. ايش يعني الابلكيشن سبيسيفيك لوجيك؟ هذا ابلكيشن له علاقه بعلامات، او ابلكيشن له علاقه بامور ماليه او محاسبه. تمام، فالداتا هذه اللي رايحه اللي داخله او اللي جايه اذا بيحتاجها فاليديشن او محتاجها عمليات حسابيه تجرى عليها قبل تخزين، او اذا وهي جايه بدنا نعمل زي مثلا افريجنج ولا بدنا نعمل سميشن، هذا هو المقصود بالابلكيشن سبيسيفيك لوجيك. تمام، الان النوع او الستايل الثاني بدنا نطلع عليه الان اللي هو اللايرد. واللايرد برضو احنا شفنا منه مثال قبل شويه. اللايرد اللايرد بركز على اللي هو الارتباط ما بين السيستم، ما بين المكونات المختلفه على واعتمادها على بعضها. اوكي، ف الكومبوننتس اورجنايزز ذا سيستم. السيستم الان والكومبوننتس كلها اللي فيه بيصنفها او بيفرزها الى لايرز. هذه المجموعه هي عباره عن الطبقه النهائيه اللي بده يشوفها اليوزر، هذه المجموعه الثانيه هي الطبقه اللي بدها ايش تدعم هذه الطبقه، يعني مجموعه العمليات اللي بدها ايش مجموعه العمليات اللي لازم تتم علشان تقدر اليوزر انترفيس تعرض لل هنا مجموعه العمليات اللي لازم تتم علشان هذه تقدر، وهنا الاساس اللي بيعتمد عليه كل اللايرز. وبالتالي التصنيف او الاورجنايزيشن او الهيكليه جاي انتو ا سيت اوف لايرز اور ابستراكت ماشينز ايتش اوف ويتش بروفايد ا سيت اوف سيرفيسز، مجموعه من الخدمات. لمين؟ كل لاير بروفايد ايش؟ ا سيت اوف سيرفيسز. لمين؟ للاير اللي فوقها، صح؟ تمام، نطلع على when used. أول استخدام إلها لما يكون أنا عندي existing system، والسيستم هذا انا بدي ابرمج او اصمم مجموعه من العمليات الجديده المبنيه على هذا السيستم. يعني انا عندي مثلا السيستم تبع الجامعه عندنا الداتابيس سيستم، وفي اللي هو البيانات الاكاديميه والعلامات وهذا. بيجي جهه بتقول احنا بدنا الان مجموعه من الاحصائيات. الاحصائيات هذه مختلفة، ممكن من تصنيف الطلاب على 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 الكليات، معدلات القبول في كل سنة. فقول مثلا عندنا 50 كشف او 50 احصائية مختلفة بدها تنعمل. هذول ال 50 عبارة عن ايش؟ عبارة عن سيستم لحالهم. يعني انا بدي اجي الموظف بدي يجي يدخل على سيستم الاحصائيات ويبدا يطلب
احصائيه عن كذا احصائيه عن كذا، هذه الاحصائيات من وين تيجي؟ من الداتابيس. فالان احنا ممكن نيجي نفكر في انه الاحصائيات هذه هي طبقه من كل واحد منهم كشف، اليوزر بيتعامل معها الكشوفات هذه المختلفه، بده يكون في عندي طبقه معينه هي اللي احنا لما اليوزر يكون بده الكشف هذا تروح تتنفذ العمليه الفلانيه، والعمليه الفلانيه هي وظيفتها انها تطلب الداتا المتعلقه بهذا الكشف من مين؟ من الداتابيز سيستم. اوكي، الداتابيز سيستم اوريدي موجود اكزيستنج، ضل علينا ايش نحن نعمل؟ الطبقتين هذول، طبقه الكشوفات اللي هي يوزر انترفيس، والطبقه اللي هي خلينا نقول نسميها كنترول، نسميها مجموعه العمليات اللي متعلقة بطلب البيانات وارجاعها لليوزر، صح؟ يبقى انا الان لما يكون في عندي existing system وبدي اضيف عليه جزئية جديدة متعلقة بمطلب او مجال جديد، فلازم اكون انا مرتب السيستم تبعي على شكل layer، علشان انه يوم ما انا اجي اعمل على شكل لير، عشان يوم ما اجي اعمل هذه الجزئية الجديدة استفيد من اللي موجود. تخيل لو انه عندي انا اوريدي في طبقة من العمليات المتعلقة بايش؟ اخذ البيانات من السيرفر. فانا الان بصير علي ربما باخذ من هذه الطبقة وبس بأضيف الطبقة هذه، وربما بس بأعمل إضافة أو تعديل جديد على هذه الطبقة. لو أنا محضر الأركيتكتشر تبع السيستم على شكل لايرد، فأنا ممكن إيش؟ أستفيد من اللايرز اللي موجودة وأبني على أساسها. أوكي؟ خد عندك مثلا على سبيل المثال هذا اللايبرري سيستم. إيش اللايبرري سيستم اللي إحنا مرينا عليه قبل شوية؟ قلنا إنه في عندي لاير اسمه اللايبراري اندكس. اللايبراري اندكس ايش يعني الاندكس؟ اللي هو الفهرس. فهنا عبارة عن سيستم او سب سيستم وظيفته انه يشبك مع انواع متعددة من الداتابيسز او مصادر داتابيسز متعددة، علشان انا يا اليوزر اللي هنا اللي قاعد هنا في الاخر لما ابحث عن بحث علمي او ابحث عن كتاب او ابحث عن رسالة او مشروع تخرج سابق، انا بس باكتب البحث وبضغط الزر ولا يعنيني ايش بصير بعد هيك. الريكوست تبعي هذا في الاخر بده يجي للاندكس، والاندكس بيبحث، او قد يكون هو اوريدي مجمع الاندكسز تبعت هذول الداتابيسز ومجمع عنده، وبالتالي في عنده جلوبال اندكس او انتجريتد اندكس بيبحث فيه، مش هيروح يعمل اتصال لحظة ما انا اضغط الزر ويروح يجرب، لا، يبحث بشكل سنترالايزد عنده. اوكي، فهذا وظيفته بس ما يتعلق بالربط مع هدول والبحث. اوكي، الان هنا بيبقى بيعتمد على هذا الامر، بيعتمد عندي هل انا والله ببحث على بعمل ديستريبيوتد سيرش ولا بعمل لوكال سيرش. بعد هيك الرايتس والاكاونتنج، ايش يعني الرايتس والاكاونتنج؟ رايتس يعني هل انا لي حق الوصول الى هذول الداتابيسز، لانه بعض منهم ممكن يكون بفلوس وبعض منهم يكون مجاني، انا لي حق بس للمجاني، الفلوس انا مش عامل اشتراك وبالتالي ماليش حق في هذا. فهنا لازم يكون في كومبوننت لها علاقه بالرايتس، وظيفتها انه قبل ما الطلب يصل لللايبراري اندكس يتحقق من انه اللي طلب هذا الطلب متوقع عليه له الصلاحية ولا لا. تمام، الاكاونتينج اللي هي انه والله انا قاعد بستخدم بعمل عمليات سيرش وفي عندي قاعدة بتقول انه كل 50 سيرش بدك تدفع عليهم كذا، فهذا الاكاونتينج موديول لازم يكون بيحسب عمليات السيرش. عشان الان كل هذول العمليات، عملية الاكاونتينج والرايس مانجمنت والدوكيومنت ريتريفل والديستريبيوت سيرش، كلها في الاخر لازم الطلب يمر بها قبل ما نصل الى مين؟ قبل ما نصل الى عمليه الى اللايبراري اندكس عشان ننفذ عمليه البحث. اوكي، الان قبل هذا الكلام كله لازم ايضا يكون انه انا عامل لوجن
تمام، وطالع عندي الفورم، الفورم اللي انا بدي اخش على عليه عشان اعمل عملية البحث. واذا كان والله انا في الرجعة حصلت على البيانات وبدي اطبع، لازم يبقى في عندي جزئية مسؤولة عن عملية الطباعة وكيف انه يطلع الاوتبوت على الورقة. فهدول الوظائف، البرنت مانجر والفورمز اند كويري مانجر واللوجن او السكيورتي مانجر، هدول بيجوا قبل هذه، او الوظائف هذه بتيجي قبل هذه الوظائف وبتعتمد عليها، مظبوط. وفي الاخر اللي هو البراوزر اللي بيظهر اللي انا بتفاعل معاه. اوكي، طيب احنا الان بنوقف لانه هذا هو الجزء الاول من ال، بنكمل الجزء الثاني ان شاء الله في المحاضره الجايه. بنكمل في عندنا كمان نوعين اخرى يعني اللي هو الريبوزيتوري باتن والكلاينت سيرفر باتن، بنطلع عليهم وبعدين بنشوف بعض الابلكيشنز الشائعه، انواع من الابلكيشنز وكيف هذه الابلكيشنز عاده تبنى على اساس باترنز محدده. يعني الابلكيشن اللي نوعه كذا عاده ما بيستخدم الباترن اللي نوعها كذا، نربط ما بين نوع الابلكيشن وما بين الباترن. يعطيكم العافيه.